مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من برنامج لست وحدك. نتفقد في كل حلقة منه وجع يمني عزيز كريم حولته الميليشيا إلى ضحية. إن غابت الضمائر وحضر الشر والسلاح والأطماع تحولت الدنيا إلى سجن كبير. كثير من الأماكن يمكن أن يتوقع المرء أن تتحول إلى سجن في ظل هذه الأوضاع، ومع ذلك لا يمكنك إلا أن تنصدم حين ترى مدرسة قد صارت سجنا، حين تختلط في غرفة واحدة آهات المختطفين ورعبهم بأوراق الكتب المدرسية وبقايا ضحكات الصغار، حين تتحول غرفة درس كانت تشع بالحياة إلى معتقل جدرانه ملطخة بالدماء والقلق، حين تتحول الأسئلة العلمية التي طالما ترددت في الأنحاء إلى سؤال واحد في عقل المختطف: هل سأنجو وينجو هذا الوطن؟ حين يحدث كل هذا فأنت في مدرسة حولتها ميليشيا الحوثي والمخلوع إلى معتقل تسوق إليه كل مدني لا يروق لها كمختطف. ثم ماذا لو كان هذا المختطف أستاذا في هذه المدرسة، قضى فيها 20 عاما من حياته معلما، تتعاقب أمام عينيه وجوه الطلاب العابرين للصفوف التعليمية وتفنى في يده الطباشير التي ينير بها لهم الطريق، وفجأة تصبح المدرسة نفسها زنزانته. كثيرة هي الأسئلة الافتراضية الموحشة، لكن أقصاها على القلب: ماذا لو كان الخاطف واحدا من تلاميذك، واحدا ممن اقتطعت لهم جزءا من عمرك، ممن أوليتهم عنايتك الخاصة؟ مشاهدينا الكرام، قصة المعلم قاسم سيف عبد السلام في الفيلم التالي. المدرسة حقنا بالقلة الثانية، لكن هذه المدرسة احنا نعتبر نازحين. المدرسة هذه المدرسة حقنا تعرض للضرب. احنا الان من القديم هذا ندرس الطلاب، باقي الطلاب موجودين. مدرستنا مدرسة طبعا مدمر هناك المدرسة هذه، فرجعنا المدرسة هذه نجمع الطلاب الموجودين بالحي وندرسهم المدرسة هذه بالملحق، بس جالسين تحت القصف يعني، والخوف والقلق من القذائف. بعد 4 ايام او اسبوع تقريبا تم اطلاق رصاص على خارج المدرسة، فاثارت الرعب داخل الطلاب، فخرج اندفع الطلاب من الخوف خارج المدرسة، مما أدى إلى إصابة ولدي، أحد أولادي، شظية خلف الأذن، صوت فنقلناه إلى المستشفى وأجروا له عملية وإزالة الشظية. هذه مدرسة، هم المدرسة استخدموني مثكنا لهم للأسلحة للسجون للحياة كذا. فقلت له كان في دم هنا داخل التعذيب بالنسبة للضغاطة، فما يسمح لك بالخروج إلا يمكن حوالي الساعة تقريبا 9 بالليل لقضاء حاجتك. طبعا نريد نصلي نريد كذا، ما يخلوك تخرج ولا يسمعك ولا كأنك داي أنت. حبسنا يومين بالملاذة، كان في سنين مليان، كانوا هنا كلهم مساجين، هذا الفصل وهذا كلهم كانوا فيهم مساجين، حتى الإدارة كانوا مساجين، يعني صراحة كان وضع مأساوي جدا يعني. وانت على أي أساس سجنت؟ سجنت أنا هذا قلت لك، كان في شخص يعرفني، كنت أدرس ابنه وهو قائد حوثي، الحوثي اسمه يحيى العقم، هذا كان يعرفني من حق المعرفة يعني، مش نقول لك إن إنسان يعرفني، أنا أدرس ابنه وابنه يعرفنا، كان ابنه معه السلاح وذا، فناس غزوا بالعين اشتكوا عنده، الناس أصحاب النفوس المريضة، ففي كم مشكلة في البيت، طلع عنا علي ذا ونزلوا لي أخذوني دخلونا الضغاطة، لا سين ولا جيم، يعني يعملوا في الناس يعني يلقطوها من الشوارع، قالوا أنت داعشي أنت كذا، ويعملوا داخل المدرسة هذه أصلاً تقولهم ابتزاز للناس. طبعا كان في هنا في معاه مخازن أسلحة أيضا بالخلف، معها مخازن أسلحة، وكان في رشاش ثقيل فوق المبنى هذا اللي قصف هناك، كان في رشاش ثقيل كان هذا يضرب قرية الصالح، يضرب قرية لكم قدر الرشاقين مما أدى للطيران، ضرب الطيران أنت اسمه. هم كانوا يقصدون المباني العالية، المستشفيات، المدارس، يعني يعملوا فيها إيش، مراكز عسكرية لهم. ما لا بيتهم هذا اللي مسكوهم، هذا كل البشر الأسرى وكل المعتقلين هم تهم، هل حاكموا شخص منهم، هل حاكموا كذا؟ ما فيش عملية بلطجة، عملية هكذا بس. هذا مدرس زميلي من رأس الجنس بالإغاثة، هو كان مسؤول الإغاثة، هذا أمين الآنسي، هو مسؤول الإغاثة، كان داخل منطقة تعز، كان هو المسؤول عن تسجيل الأسماء، هو اللي يصرف. فقلت له أين الإغاثة حقكم يا أنصار الجن؟ هذا الكلام قال لي إيش تقول، سوى على الآلي.
وقع لي ايش تقول ايش تقول هدم لا سكت. قلت له قلت اين الغاث حقهم يا اخي من دون شيء هذا؟ طبعا هو مدرس زميلي درس انا 20 سنه يعني ما لا يعرف لا عشره ولا زماله ولا. ومره هذا الايام ثاني مره كنت بالحاره انا بتحقي طالع كنا جالسين الناس يعني بالليل نتوانس مع بعض خارج من بيته طالع البيت وهو يقلب علي لا الا اصل هذه يقول منها انت من انت؟ قلت له انا استاذ قاسم انا استاذ قاسم. قال لي اطلع اطلع طلع لعندك قال لي روح بيتك خلاص بيقعد بيتك ما تخرقك هذا اللي رسمه. ومرة الثانية برضو واحد يعني الآلي كان وقع على أي شخص يعني كان بحالهم كانوا صراحة بحالة رعبهم أصلا قلقين لا عندهم لا فكانوا أخو رهيبوا الناس. مدرس زميل مدرس معانا هناك نزل في كم مشكلة في الليل صياح هناك كان في قالوا قضية قتل في المعسكر بين الحوضة وكذا وهربوا إلى الوادي. ففي مدرسين زملائين في أختهم بالوادي قال دعت لهم صدعهم قالوا تعالوا لعندي مدري في مشكلة في كذا نزلوا أقعوا الحوضة عملوا لهم ضرب الذي لا يخلص وشلوهم دخلهم السجن وقسوا بالسجن حوالي يمكن 3 أسابيع بالسجن طبعاً مدرسة الميثاء كان له هذا يعني لا أحد يشوفهم ولا يزورهم ولا كذا ويعني يهددوهم تهديد بشكل ميسر وقلت 3 أسابيع داخل السجن على قضية ليس لها ليس لها أساس سوى أنهم ذهبوا يعني ليستقصوا ماذا تريد منهم هذه الأخت كريمة أختهم فمسكوهم الحوضة وضربوهم بالضرب مبرع وشلوهم ودخلوهم السجن داخل المدرسة. سجنت كان هناك ونسمع كانوا بالليل الجيران حتى الجيران اللي هنا بالمدرسة يسمعون الصياح بالليل من الناس اللي يعذبوهم كان يسمع الجيران هنا كانوا يعلمونا فين الجيران استاذ واحد يعرفونه زميلي انا فوق خليه يسمع بالليل صياح كان انا قص طبعا مكثت يومين داخل السجن طلعت الوالده هنا رقت على الباب قالت يا اني يا ابني رقت على الباب المدرسه بالليل طبعا امراه عقول مصابه بالسكر بالضغط وهذا رقت على باب المدرسه ايش تبني يا ابني هنا اضطرت طبعا دخلت اطلق سراحي صراحه لان قضيه ما لها اي اساس يعني قضيه قضاء اغراض بس غير انتقام فقط لا غير. هذا ما الضغط كان هناك المنطقة هذه الطاقة ملحم سدود بالهواء وهنا الباب هذا عندك كانوا هنا كتب زي ما تشوف هذا كله كتب كتب هذا فيه بقرآن وفيه مواد إسلامية وهذا كانت الله يعزك ويقضوا حاجتهم فوقهم ليش؟ لأنه كان ما يسمحوا لهم يخرجوا لقضاء حاجتهم يضطروا الناس إن يتابعوا هذا فوق الكتب وكتاب كتب الله كلمتهم طب هذه كتب الله هذه كذا هذه كذا ما حد يسمعك يا أخي. حتى اقول لك انا في شخص هنا كان صراحه موضوع مقيد بسلاسل يعني هذا الشخص نهدي له قد زي المجنون فاقد عقله صراحه ايش كان ما ادري ما انا اساله اتكلم معه ما يتكلم معنا مجنون قد رجل زي ما يقول من التعذاب على ذلك كله كان فوقه سلاسل صور الناس لازم ارجل مقيدين بسلاسل لا يتحرك ولا يتمسك. قلت لك انا شاهدت الموت 3 مرات 3 مرات شاهدت الموت. مرة قلت لك مرة كنت في بيتي طالع أخذ لي كرت قلت التلفون من الحارة الدكان ذهب أخذ لي كرت فهو واقف كان حراسك من جنب العمارة فوق البيت حقي أنا خارج وشرع لي السلاح ارجع هذا الطالب حقي يشرع لي السلاح قال لي ارجع بيتك قلت له اطلع أخذ لي كرت قال لي ممنوع ارجع بيتك طبعا اضطريت أرجع بيتي لأنه الرجال شطلق علي رصاص في واحد جاري صيع يعرفه قال له هذا أستاذك وهذا تعرفه قال لي ارجع بيتك اضطريت أرجع البيت طبعا ايش أسوي رجعت البيت رجعت. حتى انا مدرس الان في معي طلاب وفي كذا مش قادر اخرج صرف الراتب للحوبان مش قادر اخرج للحوبان في مدرسين داخل المدرسه مش قادر ليش؟ لانهم في طلاب من المدارس هذه متحوذين بالنقاط مسكوها في مدرس طلاب من طلابها لو خرج يعرفوا شغل هذا مسكوه اعطوه يحبسك السجن في مدرسين من عندنا خرجوا وفي ناس متحوذين مسكوها بالنقاط كان الرواتب اساس الان اصبح الان شلل هنا عند المدرسين لا يستطيع ان يتواصل من منطقه اخرى اصبحنا المدرسين عندنا داخل المدرسه طاقم حوالي 150 مدرس لا يوجد منهم حوالي 20 وضعهم نازحين ما يجيش حق المواصلات يعني حاجه صراحه موضوع وضع ما ساوي صراحه على المدرسين وعلى جميع الموظفين صراحه ان الموظف هذا يعاني صراحه معاناه بسيسه لا دواء لا غذاء لا رواتب لا والخوف فوق ذلك كله المهم نرجو من الشرعيه ان تحس لهذا المطلب. في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع يقبع الآن آلاف اليمنيين يتعرض بعضهم للتعذيب وتوضع القيود في أقدامهم ينقلون بين السجون ويخفون لفترات طويلة يحرمون خلالها من الزيارة وحين تفرج عنهم الميليشيا تطلب منهم إحضار ضمانات
تكاليفها باهظة وشروطها معقدة، علاوة على أنها غير قانونية. وإن كان هناك من ضمانة مطلوبة فهي ضمانة مطلوبة في الحقيقة من الميليشيا، فلا شيء يضمن أن الميليشيا لن تعيد المختطف إلى السجن مرة أخرى وفق مزاج أحدهم. من يضمن أن تتوقف الميليشيا عن اختطاف اليمنيين وبيعهم وشرائهم وتعذيبهم في السجون وقتلهم بالتعذيب أيضا؟ هذه هي الضمانة المطلوبة. أما إرغام المختطفين على تقديم ضمانات لخاطفيهم فهي ليست سوى واحدة من أدوات الميليشيا للتنكيل بهم وتعذيبهم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي، فلا تذهبوا بعيدا. الأهداف والمطالب محددة وواضحة. إسقاط الجرعة ليس الهدف لا احتلال صنعاء ولا الهدف ابتلاع صنعاء. لا يبالون بأن يجوع الناس، بأن يعانوا، بأن يتعبوا، بأن يمرضوا. شردنا من بيوتنا، شردوا عيالنا، شردوا ربي، لا صحة ولا سمع ولا. هذا هو أمر طبيعي أن نقول للظالم لا، أن نقول أوقفوا الجرعة، أن نقول ارحلوا، أنتم لم تقدموا شيء لهذا البلد. سنعمل من أجل خدمة المواطن مهما كانت الظروف وكيفما كانت. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من تعز المحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي. مرحبا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا، حياكم الله. بعد عامين من الحرب في تعز وفي عموم البلاد، إنما في تعز، هل صار لديكم إحصائية بعدد المختطفين في هذه المدينة؟ بالنسبة للمختطفين في المدينة، أنا أجزم بأنه لا يمكن أن نحصل على إحصائية دقيقة بسبب استمرار عملية الاختطاف بشكل يومي وبطريقة ممنهجة، بحيث أن أغلب كثير من الحالات لا نتلقى البلاغ أو لا نعلم عن أن اختطافهم إلا بعد أن يتم الإفراج عليهم بعد أيام أو أسابيع أو أشهر من عملية الاختطاف. وبالتالي هناك أكثر من 300 إلى 400 من المختطفين التي تلقينا بلاغات بخصوص عملية اختطافهم من قبل ميليشيات الحوثي، وهناك عشرات المختفين قسريا الذين لا نعلم عنهم حتى الآن شيئا، رغم البلاغ من اختفائهم واختطافهم من قبل الحوثي ولا نعلم وجه لهم حتى الآن. هل جميع هؤلاء مدنيون؟ نعم، الغالب يمكن أن أقول بأنه 98% من المختطفين والمخفين قسريا هم مدنيون، يتم اختطافهم إما من المحلات أو من الشوارع أو أثناء سفرهم وتنقلهم ما بين نقاط التفتيش الأخرى. من نقاط التفتيش تقصد؟ نعم، نقاط التفتيش حتى من المنازل في المناطق الآن، المناطق اللي تحت سيطرة الحوثيين يتم اختطافهم من منازلهم ومن بيوتهم. نعم. ومن المساجد ومن المطاعم، وهناك حالات كثيرة تم رصدها والإبلاغ عنها بخصوص هذه العمليات، وخاصة الأسابيع الأخيرة زادت عملية الاختطافات من داخل المنازل بتهم كيدية ومسوغات غير قانونية، وأغلب وكثير من هذه الحالات بقصد الابتزاز والانتقام. نعم، ما الذي يعيق إكمال عملية الإحصاء لهذه الحالات؟ أولا هناك صعوبة في الانتقال أو في معرفة حالات المختطفين أو أعداد المختطفين من المناطق التي سيطر عليها الحوثي، بحيث لا يسمح مطلقا بالمحامين لتتبع مثل هذه الحالات. قبل أسبوع تقريبا بعض المحامين الذين نعرفهم جيدا ولا أريد أن نفصح عن أسمائهم كانوا عرضة للاختطاف بسبب محاولتهم السؤال ومتابعة حال بعض المختطفين، فتم اعتقالهم والزيك بهم في معتقلات الحوثيين في سجن الصالح وفي معتقلات أخرى خاصة سرية لا نعرف أماكنها ولا نعلم عنها شيئا.
تم الإطلاق تقييم من المحامين وما زال هناك اثنين أو ثلاثة من المحامين رهن الاختطاف والاحتجاز في لدى سجون ميليشيا الحوثي وقوات صالح. لماذا تتحفظ على أسماء هؤلاء المختطفين من المحامين؟ وهل هذا أيضا هو ذات القلق الذي يعيشه الناس المواطنين حين يتم اختطاف أي عزيز لهم؟ خوفا أولا على سلامتهم الشخصية، ثانيا على سلامة أسرهم وأهلهم، كون بعض المحامين الذين تم الإفراج عليهم هم يحطونهم في مناطق تواجد مناطق سيطرة الحوثيين في شرق المدينة اتجاه الحوبان ومنطقة مناطق الربيعي وجزء كبير من التعزية ومناطق شرعب، وبالتالي يمكن أن يكونوا عرضة للانتقام والاختطاف بطريقة أكثر وحشية وأكثر همجية. هل هذه هي ذات الأسباب التي يتكتم المواطنون بسببها على ما يلاقونه من عنة هذه الميليشيا؟ نعم هذه أحد أهم الأسباب، إضافة إلى أن هناك كثير ممن يتم الإفراج عليهم يكون مقابل فدية مالية أو مبالغ مالية كبيرة أو تعهدات والتزامات من بعض وجهاء المنطقة أو الأقارب أو الأشخاص المعروفين بعدم الإفصاح أو مزاولة أي نشاط أو التحرك أو الحديث عما تعرضوا له من صنوف المعاملة القاسية والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة بل والتعذيب. كثير هناك حالات تقينا اللي تم تحريرهم قبل شهر تقريبا، تحدثوا لنا تفصيلا عن صنوف من أصناف التعذيب والمعاملة القاسية ووحشية الأماكن التي كانوا يتنقلون فيها أو ينقلهم فيها ويستخدم كأماكن للاحتجاز وللحبس، إلى درجة كان لا يستطيع الضحية إكمال الحديث يجهش بالبكاء، الأمر الذي يؤكد ويدل دلالة قاطعة على ما يتعرض له المختطفين والمحتجزين خلافا للقانون وبدون مسوغ من قبل مسلحي الحوثي وقوات صالح لدى اعتقالهم او احتجازهم. حكوا لنا كذلك افادات عن وقائع غريبه ولاول مره نسمع عنها في تاريخ الاعتقالات او الاختطافات في اثناء النزاعات المسلحه او في الحالات العاديه. مثل ماذا؟ ما هي هذه الوقائع؟ هناك عملية ابتزاز مالي كبير، هناك عملية ترهيب وإرغاب على عمل أشياء تمس بالكرامة وتمس بالقيم وأخلاق الإنسان. هناك كذلك مثلا أبسط الأشياء أنه أحد المعتقلين الذين تم تحريرهم من سجن بيت الدجاج في الجحملية، وهو مكان لو طلعتم عليه أو سألتم لاستغربتم أن يتم فيه حجز حيوانات حتى، ما بالك بأدميين كانوا ظلوا لمدة أشهر في هذه الأماكن التي لا تصلح مطلقا حتى العيش الحيواني. كان يتم إجباري على نزع الشعر من رأسي وإجباري على أكل الشعر الذي يتم يعني نتفه من رأسي وإجباري على أكل هذا الشعر، يعني إلى درجة فعلا يعني تفاصيل مقززة وحاطة من القدر الإنساني وحتى الحيواني. أستاذ توفيق، هل النيابة مطلعة على هذه الانتهاكات؟ هل تحيلون ملفات من هذه القضايا إلى النيابة؟ للأسف عزيزي هذه هنا مأساة أخرى في تعز أن معظم الأجهزة القضائية والنيابية مغلقة لا تعمل، ونحن عبركم نناشد القضاة وأعضاء النيابة بأن يتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية لممارسة عملهم في المحافظة من أجل تلقي هذه الشكاوي وهذه البلاغات بخصوص هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتي ترتقي وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني العرفية في بعض الممارسات الشديدة القسوة والخطورة إلى جرائم حرب يخضع مرتكبوها والمشرفين عليها والمسؤولين عن القائمين عليها للمحاكمة والملاحقة القضائية. كيف تتعامل النيابة
مع ما تتقدمون به من بلاغات ومع ما تطرحه وسائل الإعلام من قضايا مثل برنامجنا هذا الذي تناولنا فيه الكثير من القضايا المحددة ويعني المعروفة المعالم. أكرر التوضيح بخصوص النيابات، لا توجد نيابات عاملة في محافظة تعز وفي مدينة تعز حتى الآن. أغلقت أجهزة الأمن، أجهزة النيابة والمحاكم ولم تمارس أي عمل. الأمر الذي عجزنا معه بتقديم أي بلاغات إلى الجهات القضائية بهذا الخصوص. كان هناك محاولات لإعادة فتح بعض النيابات بصفة مناوبة إلا أننا لم نتمكن بسبب تهديدات ميليشيا الحوثي وقوات صالح للعاملين أو للمنتمين لشركة القضاء فقطع رواتبهم إذا ما مارسوا العمل. بهذه الصلافة يتم تهديد أعضاء النيابة والسلك القضائي، سيتم قطع مرتباتهم إذا ما مارسوا العمل. عموما المرتبات قد قطعت عن الجميع. أنتم كناشطين ما الذي تقومون به في هذا الإطار لمناصرة المختطفين وتوثيق يعني قضاياهم؟ هل تتواصلون مع اللجنة المكلفة للتوثيق من قبل رئاسة الجمهورية؟ هذه إشارة جيدة وكنت على أود توضيح هذا المجال. نحن نقوم كناشطين حقوقيين وكنقابة محامين وبعض المنظمات الراصدة إلى توثيق هذه الجرائم وهذه الوقائع توثيقا دقيقا وتوثيقا قانونيا. نعم. ثم في الفترة الأخيرة فتحت اللجنة الوطنية للتحقيق مقرا لها في محافظة تعز واستقبلت العديد بل العشرات من البلاغات والشكاوي حول وقائع التعذيب والاعتقالات والاختطافات والإخفاءات القسرية، وهي تقوم بدور طيب مشكورا ونتمنى أن تضاعف جهدها في هذا الإطار لتصل صوتها إلى كافة ضحايا انتهاكات والاختطاف والاعتقال والتعذيب القسري. ولكن هناك ملفات جاهزة نعمل وسنعمل على تحريكها لدى عودة القضاء أو لدى اللجنة الوطنية للتحقيق، وإن اضطر الأمر بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية الدولية إلى تحريك هذه الملفات باعتبارها جرائم حرب. وإذا عجز القضاء الوطني أو كان غير مؤهلا لنظر مثل هذه القضايا تجاه مرتكبي هذه الجرائم والمسؤولين عن المرتكبين لهذه الجرائم بالإمكان أن نتقدم فيها إلى القضاء الإقليمي أو القضاء الدولي إذا ما سنحت الظروف، وهي على العموم جرائم لا تسقط بالتقادم، يمكن تحريكها في أي وقت وفي أي زمان. الأهم في هذه اللحظة هو التوثيق السليم والقانوني. نعم. لهذه الوقائع. هل من رسالة تودون طرحها أستاذ توفيق في هذا الجانب سواء للحكومة الشرعية أو للمنظمات العاملة في الجانب الحقوقي والتوثيقي؟ رسائل عديدة، رسالة للحكومة الشرعية، ونقول عليكم أن تتحلوا بقيم المسؤولية باتجاه إعادة فتح المحاكم. نعم. لتمارس دورها في التحقيق بمثل هذه الوقائع بالتعاون جنبا إلى جنب مع اللجنة الوطنية للتحقيق المستقلة التي تبذل جهدا طيبا بهذا الخصوص، وأن يكون ذلك في أقرب وقت وأسرع وقت من أجل لأن هذه الجرائم المتزايدة قد تدفع إلى انتهاك مسلك القضاء الدولي بعيدا عن القضاء الوطني لمعاقبة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتتحملون مسؤولية تقصيرية إذا عدم التحقيق في مثل هذه الوقائع والانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها. بالنسبة للمنظمات نحن نقول هنا لابد أن يكون هناك جهد مضاعف وتنسيق مشترك وعمل احترافي مهني من أجل توثيق هذه الجرائم ورصدها رصدا سليما بحيادية واستقلالية ونزاهة لكافة الضحايا من أي طرف كان الانتهاك ومن أي جهة كانت الانتهاك. وعلى ذكر هذا الموضوع أنا أقول بأنه تلقينا يوم أمس بلاغ باختطاف 23 مواطنا على طريق عدن تعز في منطقة الصبيحة من قبل مجموعة تتبع بعض الوجاهات القبلية والعسكرية في محافظة على خلفية قضية منظورة أمام الجهات الرسمية، وهذا أمر كذلك يعد جريمة لا تسقط بالتقادم وسيلاحق مرتكبوها أيا كانوا ومن أي طرف كان بلا شك.
المحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مدينة تعز. أعزائنا انتهى وقت هذه الحلقة، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهري أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. المعلم قاسم سيف عبد السلام، تمرست، في أمان الله.